بابا زكرياس كان قاعد في يوم من الأيام، دخلت عليه سيدة غنية لها مركز وغنى كبير، ودخلة ومعاها كيس كبير مليان فلوس، دخلة عشان تقدم عطاياها للبابا زكرياس. حبيتش حطها في كنيسة من الكنايس، لا لا لا، أو في أي حتة، لا، عزبان قدام البابا بقى تقدم يعني حاجة كبيرة. هذا التفكير ما زال موجود عند كثيرين لغاية النهاردة. هو عايز يقدم مش عشان يقدم بس، لا، عشان أبان أنا اللي بقدم، أنا فلان أو أنا فلانة بقدم للبابا ممثل الكنيسة حاجة كبيرة عشان يكون ليا كرامة زيادة. المهم ست دي راحت فعلا ودخلت على البابا، سلمت عليه بمحبة وقالت له: يا سيدنا، أنا بيهمني كنيسة قوي واحتياجاتها وكل الفقراء وكل إنسان محتاج، عشان كده أنا جبت المبلغ الكبير ده، قلت عشان يعني من أجل الله. قال لها: ربنا يقبل عطاياك يا بنتي. وسكت البابا. الست كده استنت يعني هيقول حاجة تاني، سكت. وبعدين بدأ الضيق يبان عليها، ان يعني هو مش مقدر، طب افتح الفلوس واريله قد ايه، هو مش عارف. بدأت تتضايق لكن مش عارفة تتكلم. لكن لما قالت له سكت، قال له: طيب يا سيدنا، تشكرها خالص وسلم عليها. قال لها: متشكرين يا بنتي. وخرجت. خرجت بقى وهي في غاية الضيق. ايه ده؟ مين شافها بقى؟ تلميذ البابا. راح متضايق، لها: مالك؟ وعارفها بتيجي من حين لآخر، مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ قلت له: اه طبعا. قال لها: بس مالك؟ قال لها: لا 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 لا، أنا عايز أمشي. لا لا، عشان خاطري، استني، أرجوكي أرجوكي. وقال لها: اتفضلي، أنا هجيب لك شاي. جيب لك شاي ولا قهوة؟ قلت له: مش عايزة حاجة. قلت له: بس استني استريح. بالكاد ريحها وقال لها: يلا شاي بسرعة لو سمحت. الواحدة عمل لها شاي وقال لها: مالك؟ قلت له: بقى أنا، أنت عارف أنا بحب البابا قد إيه؟ وبحب الكنيسة قد إيه؟ أنا النهاردة جايبة مبلغ ضخم جدا وأقدمه للكنيسة وأديه للبابا، يوم البابا كل اللي يقوله لي: ربنا يقبل عطاياك يا بنتي. ما فيش كلمة تانية. تعبناكي، ده انت يعني مبلغ كبير قوي، ده انت عملت كتير ولسه بتعملي تاني، ولا حاجة. هي كلمة: ربنا يقبل عطاياكي. وسكت على كده ولا كلمة تاني. هو الدرجات دي انا المبلغ بتاعي حقير؟ انا مقدمة يعني جنيهات؟ انا مقدمة حاجة ضخمة قوي، ايه اللي بيحصل ده؟ قال: طب معلش استريحي بس، انا ما تشربي الشاي. ولا لا، الموضوع ده هنعالجه. دخل بعد كده استأذن سابها ودخل عند البابا. قال له: سيدنا. قال له: في حاجة يا ابني؟ قال له: الست كانت عندك متضايقة وزعلانة قوي. قال له: ليه؟ قال له: يعني يظهر انه قداستك يعني ما جملتهاش كفاية، ده كلك محبة وذوق احنا عارفين، بس يعني. قال له: ليه يا ابني؟ قال له: قلت لها يعني ربنا يقبل عطاياك. قال له: طب يا ابني دي حاجة قليلة، ده ربنا يقبل، كون ربنا بحاله يقبل، واحنا نطول ربنا يقبل عطايانا، دي نعمة، واحنا قد ربنا، ده ربنا من تواضعه بيقبل مني ومنك ومن كل الناس أي حاجة نقدمها له. طب ودي حاجة تزعل؟ قال: لا، كان برضو يا سيدنا منتظرة كلمتين برضو زيادة مجاملات تمدحها إنها بتعمل حاجة كتيرة. قال: هي مش مقدرة انه ربنا يقبل عطاياها، انده لها. دخل قال له: حاضر. طلع بره لقاها قاعده كده ولسه مبوزه. قال: سيدنا عايزك. قالت له: عايزني ليه تاني؟ لا بس معلش عشان خاطر، ده عايزك. قام دخلت وهي مبوزه. قال لها: تعالي يا بنتي، انا عايز اقول لك على حاجه. بس قبل ما اقول لك عليها، يا ابني، قال لتلميذه: عايز ميزان. قال له: حاضر يا سيد. جاب ميزان بكفتين، قال: هات الفلوس اللي جابتها الست دي، ربنا عوضها، حط الفلوس. قال له: هات ورقه وقلم. جاب ورقه وقلم كتب فيها: ربنا يقبل
عطاياك. وحط الورقة دي في الكفة التانية. قال له شيل الميزان لفوق. شال الميزان لقى الكفة اللي فيها الورقة بتاعت ربنا يقبل عطاياك طبت لتحت والفلوس طالعة لفوق. ست مش عارفة تقول ايه وهي شايفة المنظر قدام عينيها. الورقة بتاعت ربنا يقبل عطاياك أتقل من الفلوس كلها. سكتت مش عارفة تقول أي حاجة. بعد قال له خلاص يا ابني حط الميزان. بعدين كلم الست قال لها انت مش مقدرة ايه معنى الكلمة دي؟ ربنا يقبل عطاياك. هو ربنا بيقبل عطايا اي حد؟ ربنا بيقبل عطايا اولاده اللي بيحبوه. يعني هابيل قدم عطية ربنا قبلها، قايين ربنا ما قبلش منه. يبقى نعمة ربنا يقبل ولا لا؟ يعني ربنا ده اكبر حاجة في الدنيا، وربنا مش محتاج لفلوسي ولا فلوسك، لكن ربنا من كرمه من محبته بيقبل عطايانا. فانا قلت لك اكبر دعوه في الدنيا ان ربنا يقبل عطاياك. في اكتر من كده، اديك شفت بعينيكي قد ايه قيمه ربنا يقبل عطاياكي اتقل واكتر من اي فلوس في الكفه الثانيه. قلت له اخطيت يا سيدنا، انا اسفه ان انا فكرت كده. قال دي كرامه كبيره يا بنتي، كرامه كبيره انه ربنا يقبل مننا. اطمني يا بنتي، وصل خلاص حاجتك لربنا، ربنا مقدر قوي، مقدر مش البابا اللي مقدر، ده اللي ربنا بحاله مقدر عطاياكي وفرحان بيها يا بنتي. قلت له انا اسفه يا سيد، انا اسفه اني فكرت كده، لكن خلاص كفايه، انا اللي غلطانه، انا اللي فكرت بكبرياء، كنت عايزه كلام مديح، ايه لازمه المديح اللي شاغلني ده؟ عندك حق يا سيدنا. قال لها ربنا يحافظ عليك يا بنتي، وسلمت على البابا وخرجت من عنده وهي بتقول فعلا انا اللي كنت تايهه، انا كنت مشغوله بايه وفاكره نفسي انه انا بعطي عطايا كبيره. ده فعلا دي نعمه ليا ان انا اقدم لربنا حاجه. ورجعت بيتها بقى تحكي لاولادها وكل اللي معاها. طبعا الكل تعجب من المعجزه اللي شافتها بعينيها. انا شفت بعينيا الورقه بالطب تتقل عن الفلوس. وانتشر الخبر ده في كل حتة بقى، في كل القرايب والحبايب. قالوا فعلا دي نعمة إن ربنا يقبل عطايانا.